اسمعيني اسمعيني، ابوس ايدك، اعمل اي حاجه. انت عارف ان انا ماليش غير لميس. انا مستعد اديها اكبر مستشفى للعلاج الخاص بيها هنا او بره، ما تفرقش معايا. المشكله مش في بره ولا جوه، المشكله في لميس. لميس رافضه تماما لاستجابه لاي شكل من اشكال العلاج المعروف في العالم كله. صدقني انا ما فيش في ايدي اي حاجه اعملها. والعمل يعني نعمل ايه؟ خرج، خليها تشوف الناس وتختلط بيهم. اقول لك خدها معاك وانت نازل الشغل. شغل؟ خدها معاك السجن؟ وهي اصلا فين يا حسره؟ ما هي في سجن. خدها خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم الزياره. قالوا مفيش حد هياخد باله انها تبعك وهي تبقى واحده من ضمن الزوار في الهيصه. يعني تفتكر اعمل كده؟ ده انت تعمل كده وفورا كمان. وبعدين انا مش ساكت، انا استشرت بروفيسور ماجر كبير مشهود له بالعبقريه في كل الاوساط العلميه. الحمد لله. وخصوصا الحالات النفسية النادرة اللي زي حالة لميس. بعد ما اطلع على كل التقارير عرض وجهة نظره. حلو. قال ايه بقى؟ اللي قلته لك. املى دماغها حكايات وناس وحواديت. ما تخليش فيه مكان لذكرى حادثة والدها ومامتها اللي عرضتها للوحدة والانطواء وحرمتها انها تعيش الحياة الطبيعية وخلتها تعاني من صراع شرس بين عقلها الباطن وعقلها الظاهر. انت مش هتبطل تطلع عقدك دي عليا؟ ما تكلمني كلام افهمه واسمعيه. حاضر يا عبس، انا هستعوض ربنا في دقيقتين من عمري علشان انزل لمستواك الفكري واللغوي عشان ابسط المسألة للقلقاسة اللي في دماغك. ما تتلم بقى. شوف يا عباس، لميس رافضة تصدق ان باباها ومامتها ماتوا وبتحاول بكل قوة انها تعيش اللحظة اللي قبل وفاتهم، فبتتعامل مع كل اللي حواليها على انهم عايشين وبيكلموها وبيوجهوها. يعني ده ببساطة هي عارفة بعقلها الظاهر انهم ماتوا، وفي نفس الوقت متأكدة بعقلها الباطن انهم عايشين. احنا بقى عاوزين ايه يا حبس؟ مش عارف. عايزين عقلها الظاهر يسيطر على عقلها الباطن ويبقوا الاتنين متوافقين. نعمل ايه بقى؟ نعيشها في زمن تالت، زمن بعيدا عن عقلها الباطن وعقلها الظاهر. نعيشها في واقع لذيذ سحري، نحكي لها حكايات، نفرجها على افلام كرتون، المهم انها تستجيب. بعدين انا ما عدتش عارف اتصرف، بنت كده بتروح مني. خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم زيارة. هي فرصة، ده يوم الزيارة بكرة. خليني ماشي ورا كلامك يا استاذ اسماعيل لما اشوف اخرتها ايه. جدو، هو انت مش قلت لي قبل كده ان السجن ده مليان ناس مش كويسة ومجرمين؟ طيب انا اخاف اروح معاك بصراحة. مش عيب تخافي وانت رايح مع جدو عباس الناري؟ عبيط ولا ايه؟ جدو، هو انت عايز مني انت والدكتور اسماعيل بتاعك ده؟ انت عارف رايي في الدكتور اسماعيل ده حمار. هو ده دكتور؟ انا ده حاجه كده جت في دماغي عايز اعملها. يعني انت مش كنت عنده دلوقتي؟ كنت بخيبة. كنت عنده، بس انا قعدت افكر. حبيبتي انا عايزك تخرجي كده وتشوفي ناس غير الناس. طيب تفتكر ماما توافق ان انا اجي معاك السجن؟ اه
طبعا انا هكلمها واخليها توافق، وبعدين ده انا ابوها لازم توافق طبعا. ماشي قول لها، ولو وافقت ساعتها ممكن اجي معاك. اتفقنا. تصبح على خير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ قلت لك 100 مره ما حدش يدخل اوضتي. ماشي بس الاوضه معفنه، معلش يا امي برتبها. ومين قالك ان انا عايزاها مترتبه؟ انا بحبها كده معفنه، بحبها مزبله. انا حره، اطلعي بره. ماشي يا امي حاضر. بره. حاضر. فين اعملها روقها؟ في ثانيه. حاضر. في ثانيه الاقيها نظيفه. عينيا يم. فين بابي ومامي؟ ما شفتهمش النهارده ليه؟ هتشوفيهم. حاضر جايين. ربنا يرحمهم. بقى سمعك مزيكا هتعجبك جدا. شوفي الو. ليه كده؟ دكتور يا دكتور اسماعيل. ايه هو لميس فين؟ الله، هو انت كل شويه تقعد تقول لي لميس فين لميس فين؟ ما هو دم عينيك يا هيك، هتروح فين؟ خلاص خلاص خلاص، شفتها؟ شايف السعاده اللي في عينيها؟ شايف التغييرات اللي بتحصل لها؟ عشان ما تبقاش تقوحني تاني وتعمل اي حاجه اقول لك عليها، سامع؟ لازم تفهم انك بره الميري ابيض يا ورد. مضطر اوافق ان انت دكتور مؤقت لغايه ما اشوف ايه اللي هيحصل مع لميس. برضه مفيش فايده ارد عليك اقول لك ايه؟ جاهل. انت عارف ان انا ممكن احبسك كده ما اخرجكش خالص. عارف. اخرس خالص. حاضر. معقوله يا خالي؟ انا هنت على امي قوي كده للدرجه دي؟ ده حتى ما جاش في دماغها تيجي تزورني. ده انا بنتها الوحيده. معلش يا بنتي. أمك مش في دماغها غير العريس وبس، وعلى فكرة هي مش مصدقة إنها هياخد اللي وراها واللي قدامها ويفلسعها. عارفة يا خالي عارفة. زادت معرفة، ربنا يفك ديتك يا بنتي وهانت ليكي إن شاء الله. قطع لسان اللي يجيب سيرتي بكلمة. يا سلام، لو أنا يا أختي كنت دخلت السجن في قضية مخلة للشرف ولا إيه؟ طيب كلها كام سنة كده وخلوك لهم وقطع لسان اي واحده من نسوان الفاضيه دول. هما نسوان مين؟ ده انا قاطع يا حبيبتي، قاطع والاجر على الله. قول يا واد، قول يا بنت. وبعدين حصل ايه؟ قولي. انا مش عارفه مال الدنيا بقت وحشه كده ليه؟ ومالها بقت مليانه ناس ولاد حرام ومفتريه. يا بنتي استعواذي ربنا، اللي الحق عنده ما بيضيعش. بقول لك ايه يابا؟ انا مش ملاه. عليا النعمة، أنا يوم ما أطلع من هنا لا لازم أخد حقي تالت ومتلت إن شاء الله بالقتل. ما أنا ما عادتش فارقة معايا أي حاجة. ربنا يصبرك ويعوض عليك ويفك ديتك. أنت قولي إزيك يا بنتي؟ كله على الله يا رب. Thank you.
ايه الحر ده؟ فين ايام اسكندريه وبحر اسكندريه والدوره بتاع اسكندريه والغطس والعوم والبطاطس؟ وانتي من اسكندريه يا ست قطاطة؟ ناري يا بنتي ولا شفتها قبل كده. مالك يا بنتي ويا بنتي مالك كده مالك؟ صعبان عليا يا ست قطاطة الراجل الخسيس اللي اترميت هنا علشانه ما عبرنيش ولا جاي ولا زياره. يا اختي معلش بقى نصيب. نصيب ايه؟ ده انا كان نصيبي زي الفل، راجل مقرش طول بعرض وايده فرته وكان هيعيشني في نعيم، انا اللي اتنمرت ورحت للكلب برجليا. ايوه يا اختي والكلب ما بياخدش الا كلبه. اخصى عليك يا ست قطاطه، انا كلبه برضو. يا اختي وانت تقولي اني كلبه؟ على الاقل الكلبه موجوده في قلب البيت واصحابها اتمنى ياكلوها ويشربوها احسن من البني ادمين. وبعدين يا بنتي يا عبيطه ده انا بفك معاكي. هو انت بفك معاكي؟ ماشي. انت عارف حكايتك دي يا بنت؟ فكرتني بحكايه وانا رجعت السيمه. دي حكايتي دي يا ست قطاطه. حكايه؟ حكايه الهدم، حكايه اللمبي والنصيب. اللمبي والنصيب؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ ايوه. ست قطاطة؟ نعم. ما تيجي كده بدل ما احنا قاعدين كأني انا جايه لك زياره وانت جايه لي زياره وتحكيها لي. طب ولعيني سيجاره. ما تيجي يا بنت سيجاره ما تجيبيش ماكينه فين الكبريت. استني. نعم. خدي. ما تجيبها؟ فين؟ اهي. انت مديانه اتنين ليه؟ يا ستي واحده. دي واحده؟ ايوه خدي يلا. طب اخد عيني الريم. خدي دي نخليها. قدام ايوه. كملي لي بقى. ايوه. وايه الحكايه بقى؟ ادي كده اهو. يخش على الريع، اللبن بيخش على الريع على طول. يبقى الدين. اديكي خمسه. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان يا سعد يا اكرام كان فيه ولد اسمه الليمبي وابوه هريسه بن المهروس، وهريسه بن المهروس ده كان سليف بيستلف، ما كانش مخبي كائن من مكان الا مستلف منه، تقيل وخفيف كويس، والكل كان بيطمعه ويديله، ليه؟ على حس الكنز اللي هيجيله. من مين؟ من مين؟ كنز العيله، عيلة ابو هريسه المهروس. اه وبعدين؟ بس يا ستي ست قطاطة ست قطاطة. أيوة أنت مين يا بنت؟ أنا إخلاص. أيوة يا إخلاص. أيوة وبعدين؟ بعدين إيه؟ في الحكاية. حكاية يا بنت يا موقوتة. حكاية اللمبي والنصيب. اللمبي يا حبيبي اللمبي أهو واقف هو على البتاع هو بيطرطش. أول فرحة تمر بقلبي وأنا خايف في دنيا تعيد، قول لي احكي ولا أخبي ولا أوصف لكل سعيد، افلح وملى الدنيا أملي ولا بجيب أنت حناشة تاني. أول مرة أول فرحة. يا عم أفرق بناحية. لا أنت مش قلت لك أقف في يمك دي؟ ايه اللي جابك في يمك اللي هنا؟ ها؟ انت اغوت اتنسى وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في يمك الثانيه. حاضر. بعدين انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني. يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارم الزين. تروح جاي يمك الثانيه على طول. صح. قول له ليه؟ صح. يعني بحلق كده؟ اهو. انا حارم فين دلوقتي؟ هترمي هنا. لا بص. شفت بقى انت الغبي يا تخلص يا. انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك قصادي كده. امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب. يلا امسك. مش كفايه دول يا لمبي؟ يا ابني تسترجل يا. مش تسترجل ايه يعني لما اروح لك صباح؟ ما عندك تسع. ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي. انت بتبطك تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش يا لمبي. وكل شويه اقول لك حبولها تقول ما اقدرش الم بولها برضك؟ هو حسك عينك حنكك بوعك يفتح. اوعى انت تفكر في حاجه تانيه.
افلحوا من الدنيا انا مين؟ الحق يا لمبي، الحق يا لمبي، ابوك بيموت يا لمبي. ابويا انا؟ ايوه لمبي ابوك بيموت. معلش يا ابن الكذاب انت. انا بقول لك اهو يا لمبي. ابويا مات يا ابويا. يا رجاله يا رجاله، هاريس ابو الليف بيموت يا رجاله. يلا في داهيه، ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا. يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسها كده يفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها؟ احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين. الله، هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني؟ ده بيموت يا بهيم. ها؟ امال هنعمله ايه يا معلم؟ اهدى يا ابن الله يسترك، اهدى. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ابنه ضناه، هو الوحيد اللي هيقر له على مكان الكنز والذهب. مين بقى؟ اللمبي. مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي. مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي. يبقى يلا بينا يا رجاله. عايزين يا معلم. الله يخرب بيوتكم على هريسه وهو بيقول للابنه على مكان الكنز يا بايب. صح يا معلم، وسع قلبي. ابويا عارف ابويا ابوك بيموت يا رب. ابوك بيموت يا رب. ابويا ابوك بيموت يا رب. عارف بيموت يا رب. لا الفضيحة اللي احنا فيها دي. ها؟ هو عايز ايه؟ هو حاضر حاضر اهو هو هو. بس انا مش عارف، انت كل يومين كده وفضايح في قلب المنطقة، وابوك مات وابوك ما ماتش، وعامل لي دربكة في قلب المنطقة دي كده. انبوبة انبوبة انبوبة. طب خلاص اثبت بس انا حاجة، وقاوم قاوم ونازع وبولع. اوعى تموت، بولع يابا. ها؟ عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان. واحد اتنين تلاته، شد يلا شد يلا. هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبة. غاز بتشممني، غاز مش احسن ما نصدره انت ولا دي؟ بتشممني غاز مدعم، عاوز هوا، اكسجين اكسجين. الدموبة التانية دي يعني؟ اكسجين. حاضر اهو. متوتر انا، اصل ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا؟ عد اللي بتعمله معايا ده بقى، وفي الحاره والجرس دي بقى. لمبي ايوه، عاوز اقول لك على السر. السرك؟ السر. سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه. ودنك اشمعنى؟ وده وقت التاريخ دلوقتي؟ لا وقت رأسي يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة. واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. يابا ولا بدنك بتموت ولا ايه؟ وكل دي كلها طلعة في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعة كام عشان اخلص؟ عندي مصلحة، لو في تأخير قول لي عشان يابا في قرش جاي سبوبة. اتفضل ادي ودنا يا قوم. ابا ابويا ابويا ابويا
لمبي. انا فاكر معايا. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. ربنا يخليك يا حبيبي. انا على الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. ابو جوه يقول لمبي وهو جاي على الباب يقول ابويا ابويا. ست قطعتها. ست قطعتها. ايوه انت مين يا بت؟ انا اخلاص. ايوه. معقول يا لميس خططيني عليك كنت فين؟ ما تخافش عليها يا باش ما انا معاها. اخي تنيل. مين الست دي يا جدو؟ تعالي يا حبيبتي انا هقول لك تعالي. مين البنت دي يا بنت؟ بنتك؟ بنتي ايه؟ ما تجيني بنتك؟ مين دي اللي قاعده دي؟ انت عايزه دي ولا دي؟ هي دي اللي قاعده مين؟ دي قاعده هنا. البنت دي بس دي؟ هي صحفيه يا اختي ولا حاجه؟ ايوه صحفيه. احنا بقينا فرجه. بقولنا يا اختي عندك حاجه بقينا فرجه. ده شوية هيجيبوا لنا شوية ولب ويرموها علينا واحنا قاعدين. يا ريحة ويا مية. لمصتي. ايه ده؟ سمعينا مزيكا؟ حبيبة قلبي. حبيبة قلبي جدو ايه المزيكا الأمراية دي؟ انا اسف يا رامي ما كانش يصح اعمل كده. انا اللي اسف يا ميدو خد راحتك. انا اللي مشاعري انتصرت على وشي. اصل المسرحية دي بتقلب عليها المواجع. انا وهو وهي دي قصة حياتي. كنت انا وهو وهي بقى هو وهي وانا الواحدة يا ميدو. شوف حاجتين بيأثروا في حياتي وانت عارف. استاذ مليجي وامه بيسحلوا وشه وبيتاكل في الغيطان. نجم بالقدر ده يسحلوا وشه ما نجيبه دوبلير يا اخي. والاستاذه دحيه كاريوكا في فيلم خلي بالك من زوزو لما لفوا حواليها وقعدوا يقولوا لها اتخينا في شله وراحت استاذه سعاد حسني دخلت مكانها ورقصت مكانها. بيصعب عليا نفسي قوي. بكره تتعدل يا ابو الروم. ابو الروم عشان حكيت لك مشاعري تقول لي يا ابو الروم وتتعدل منين يعني؟ يعني البدلتين اللي جبتهم ما دفعتش ثمنهم. والراجل اللي عمل لي فورمه في شعري كل ما في الرايحه والجايه يقول لي يا استاذ المحامي ويعمل لي كده. بيلمح ليه؟ بيلمح ليه؟ ده غير اللي حصل معاه في المحكمة وديك عارف. قضاء ومستشارين وجمهور الجلسة كلهم ضدي. حتى المتهمة مش مقتنع ان انا محامي ولا مقتنع انها بريئة. بقيت صيدلي واقف في المحكمة. شفت ظلم اكتر من كده؟ خلاص ما انت ممكن تعرض عليا ورق القضية وانا اقول لك تعمل ايه بالظبط. اعرض عليك ورق القضية؟ اسكت يا ميجو والنبي عشان انا كده هتدمر. الرقم اللي مش مستاهل. الو الو الاستاذ رامي المحامي. ايوه استاذ رامي المحامي. مين معايا؟ انا عمك صالح. عمي صالح؟ النمره غلط. اصبر عليا يا استاذ رامي. انا عندي معلومات خطيره هتقلب القضيه وهتكشف الفاعل الحقيقي وتبرئ الست قطاطه المسكينه. طب يا عم صالح بيه انا اسف جدا معلش كنت بحسبك واحد تاني. لو حضرتك بقى تحدد امتى ممكن نتقابل عشان تديني المعلومات الرهيبه دي. بامر المولى اول ما اوصل للمعلومات دي حدها لك فورا. ونعم بالله يا عم صالح يحييك ويحيينا ربنا. اقول لك اقفل في وش يا عم صالح. خير يا ابني اسمعني بس انا عايز اقول لك اقفل انا في وشك. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتقول لي يا اسماعيل؟ هو انا اللي بقول؟ انت اللي بتقول. انت مش قلت ان لميس بعد ما رجعت من الزياره وهي دوشاك بكلامها عن قطاطا؟ مش دوشاني وبس. تعزانا كسر اللوائح والقوانين واعمل الزياره كل يوم مش كل اسبوع. بقول لك ايه يا عباس؟ ها؟ ما تجيب الوليه دي عندها. اجيب مين عند مين؟ تجيب قطاطا للميس في البيت. انت جننت. انت اللي تبقى مجنون لو ما عملتش كده. قطاطا نجحت في اللي احنا فشلنا فيه. لميس بدات تشد العالم تاني وناس تانيه يعني لا طب ولا علم قدر يعمل اللي عملته قطاطا. بس انا مستحيل اعمل كده. انت حر
بس مفيش قدامي غير حلين اتنين ملهمش تالت، يا اجيب قطاطا للميس يا لميس تروح لقطاطا. الحلين المهببين دول. طب لميس تروح لقطاطا تعمل ايه؟ عشان تقعد معاه، انا مش عايز اكتر من كده. يعني اعمل ازاي؟ اقطع لها تذكره مرافق؟ لا، تتحبس معاه. تتحبس مع مين؟ تتحبس معاه لحد ما تخف. والنبي انت اللي على خف. شو بقى عباس، بصراحة بقى أنا قلت لك رأيي، ولو جيت لي تاني 100 مرة بعد كده هسمعك نفس الكلام، يا تجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. والثابت من التحقيقات وإفادات الضحايا أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول، وأنها تمتلك قدرة عجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي فتفعل ما تأمره به مهما كان. يجي أطاق اللميس يا لميس تروح لقطاطا. لا والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، لا والنبي يا جدو، جدو 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 جدو. يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي جدو جدو. لا 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 ما فيش حاجة يا حبيبتي، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. طب ممكن بقى تفوق كده وتصحصح عشان نروح السجن؟ نروح فين؟ السجن. لا بلاش بلاش السجن ده، مش عايزين السجن. أنا محضر لك حتة مفاجأة، إنما إيه بقى، مفاجأة مفاجأة مفاجأة.